ياخد المداخله اللي المفروض كانت تبقى معانا في اول الحلقه، وهو الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي. يا كابتن حمد اهلا وسهلا بيك. يا حبيبي يا كابتن ميرا، اهلا وسهلا بيك. اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، ربنا يخليك. يعني قبل ما اتكلم عن المباراه وعن النتيجه، اكيد تابعت الاحداث بعد المباراه ما بين جمهور الناديين، عايز اخد تعليق منك. الو، سامعنا يا كابتن حمد؟ يا أمير، أيوة كده، معلش الصوت طيب. من عندك. قبل ما تتطرق معاك للجوانب الفنية ونتيجة مباراة اليوم أمام المصري، عايز أخد منك تعقيب على الأحداث اللي حصلت، لو حابب تعلق يعني بين جمهور الناديين الكبار يعني بعد المباراة. يعني أنا بقول ناديين كبار جدا والجماهير بتاعتهم يعني بصراحة بيحصل عندهم مشقة كبيرة جدا عشان يروحوا يشجعوا فرقوا. أنا ودايما النادي الإسماعيلي والنادي المصري إخوات، فيعني بتبقى حاجات بتحصل كده خفيفة، لكن أنا بقول إن يعني الحمد لله مفيش حاجة كبيرة، والحمد لله أهم حاجة سلامة الناس طبعا، دي أهم حاجة طبعا طبعا. ومش معقولة تكون أنت سايب بيتك ورايح تستمتع بالمباراة وترجع بيتك وأنت تعبان أو يحصل حاجة، لكن إن شاء الله ما فيش حاجه حصلت، وان شاء الله يعني بلدين كبار وبلدين اخوات طول عمرهم طبعا، فان شاء الله ما يبقاش في حاجه باذن الله امير، والحمد لله ان ما فيش حاجه الحمد لله. طيب على الصعيد الفني، هل انتم كجهاز فني للنادي الاسماعيلي راضيين عن نتيجه المباراه، وهي مباراه قويه مع فريق قوي وديربي مع المصري؟ لا اكيد طبعا، يعني النتيجه يعني النتيجه نفسها ما تدلش عن عدد الفرص اللي احنا حضرناها بشكل كبير جدا، واللعيبه ادت اداء جيد جدا، لكن كان عندنا عدد فرص كبير جدا نقدر نخلص بيه المباراه ونطلع بنتيجه كبيره طبعا، لكن انا بقول الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يا رب نقدر نخلص من عدد الفرص اللي احنا بنضيعها في المباريات ديت. دي النهارده في فرص كتير قوي بصراحه. طبعا طبعا عدد فرص كبير جدا النهارده، وبعدين عدد فرص انفرادات صريحه جدا يا امير على المرمى، وتقدر تخلص المباراه وانت مرتاح. انا بقول لعيبه والله بتادي بشكل كويس جدا، لكن ممكن يكون عصبيه المكان اللي احنا موجودين فيه بتخلي اللعيبه تبقى عندها بعض التسرع، لكن اللعيبه شغاله بشكل كويس جدا، وانا بشكرهم جدا على المجهود الكبير. مباراه كبيره النهارده كانت يعني تطلع بنتيجه المفروض افضل من كده بكتير، لكن الحمد لله انا بحمد ربنا الحمد لله. طيب النهارده لاول مره من سنوات تقريبا بنشوف صالح جمعه بيبتدي اساسي في مباراه الاسماعيلي، هل صالح المرحله الماضيه بيشتغل على نفسه بشكل كبير مما دفع الجهاز الفني للبدء بيه كاساسي في مباراه اليوم؟ والله بص، هو الكابتن ايهاب قعد معاه في بدايه السيزون واتكلم معاه وقال له يعني انت لعيب كبير يا صالح، واحنا محتاجين ان احنا نستفيد منك وانت تستفيد من النادي، فلازم كان عنده بعض القصور في حاجات، يعني في بعض الحاجات كابتن ايهاب على الصعيد البدني ها ولا الفني؟ طبعا كابتن ايهاب فضل وراه في الحاجات ديت لغايه ما الراجل كان كابتن ايهاب كان مستني بس الفرصه اللي صالح فعلا لعيب كبير، فكابتن ايهاب مستني الفرصه اللي هو يساعده فيها. النهارده الولد ادى بشكل كبير جدا، ساعد الفرقه والفرقه ساعدته وظهر بشكل كويس جدا، يعني بنشد عليه وبنقول له لا لسه احنا عايزين منه اكتر من كده، وان شاء الله يلتزم اكتر من كده ويبقى الولد ماشي بشكل كويس ويساعد الفرقه ويساعد نفسه، دي حاجه كويسه دي ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. راضيين عن مستوى النهارده يعني؟ والله الحمد لله الحمد لله جميل. انا بقول لك هو مع كل اللعيبه الحمد لله، اللعيبه ادت بشكل كبير جدا مجهود كبير جدا، لكن يعني كان يعني الحمد لله طبعا الواحد راضي جدا، لكن الواحد كان نفسه ان احنا نطلع النتيجه تبقى احسن من كده بالنسبه لنا، لان كانت مجريات المباراه نفسها تدل ان احنا ممكن نطلع بنتيجه احسن من كده بكتير، يعني الحمد لله. تمام. طيب يعني هو موضوع القيد اتحل بالنسبه للنادي الاسماعيلي ولا لا يا كابتن؟ لا لسه والله، لسه يعني الامور هم مجلس الاداره ماشي في الطريق اوكي مع الكابتن علي طيب. وكابتن عماد وبيحاولوا طبعا واحنا مستنيين نشوف الامور هتمشي ازاي الفتره اللي جايه، يا رب يكون خير للنادي باذن الله ونشوف الفتره اللي جايه تمشي ازاي ان شاء الله يا رب. بالتالي هل انتم حاطين خطه في اطار التدعيمات في حاله حل ازمه القيد بالنسبه للنادي الاسماعيلي ولا لسه ما فكرتوش؟ طبعا اكيد طبعا، بتبقى انت يعني عندك بعض التصور وده اللي بيرسمه كابتن ايهاب، واحنا بنحاول ننفذ الشغل اللي هو بيحطه، لكن في الاول وفي الاخر انت مستني، ده مش قرارك انت، ده قرار مجلس اداره وهو اللي بيتصرف في الكلام ده، وهو بيحاول بصراحه برضه باشمهندس نصر بيحاول يعمل الكلام ده، لكن انا بقول ان هو جاي على مشاكل كبيره جدا، ارقام كبيره جدا على النادي، والباشمهندس نصر بيحاول يحل الكلام ده مع الكابتن علي مع الكابتن عماد بيحاولوا يحلوا الكلام ده اللي هم يعني المسؤولين عن الكره، مع طبعا الراي الفني بتاع الكابتن ايهاب اللي هم يعني واثقين فيه جدا،
لكن هي مشاكل كبيره يا كابتن. هي كلمه طبعا ممكن نقول ان احنا نفك بيها القيد او حاجه، هي كلمه سهله جدا الناس بتقولها، لكن وراها ارقام كبيره جدا ومشاكل كبيره جدا. يعني الناس دي ما لهاش ذنب في الكلام ده، فيا رب بيحاولوا طبعا، ويا رب يبقى في حل في الفتره اللي جايه ان شاء الله يا رب باذن الله. فتره التوقف لحد بدايه كاس الرابطه، بطوله كاس الرابطه، هتستغلوها ازاي؟ والبرنامج بالنسبه لكم ايه؟ و هل في اصرار على الفوز بالبطوله ان شاء الله مثلا ولا؟ يا رب يا اميره. احنا ما عندناش طبعا فتره رفاهيه كبيره، احنا عندنا يوم واحد راحه، وبعد كده انت عندك كاس الرابطه يوم 8، فما عندكش وقت اصلا، لكن هتبقى فرصه كويسه جدا ان الناس تاخد نفسها، ويبقى عندنا كابتن ايهاب يبقى عنده اوبشن كبير جدا، هو هيشتغل بلاعيبه كتير يقدر يشوف منها حد يقدر يطلعه في الفتره اللي جايه. يعني فرصه كبيره للعيبه انها تجتهد وتشتغل وتشتغل على نفسها، بحيث ان هي تلاقي نفسها فرصه جوه النادي، فدي فرصه جيده جدا للعيبه ان هم يحاولوا يجتهدوا في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق والله على المستوى الشخصي يا كابتن حمد في بطوله كاس الرابطه. نفسنا نادي جماهيري حتى يفوز بالبطوله دي، هتبقى حاجه ايجابيه جدا باذن الله. يا رب يا اميره، احنا ان شاء الله نحاول، وان شاء الله توفيق ربنا دوت ان شاء الله يبقى معانا، ونعمل حاجه ان شاء الله يعني عشان خاطر النادي الاسماعيلي وجماهيره الكبيره دي، نعمل حاجه ان شاء الله يتبسطوا بيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن حمد بشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق باذن الله فيما هو قادم. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي.